برأيي إنه لازم تروحي ترتاحي بالبيت، يعني والله حاجتك هيك اليوم. بعدين الحمد لله يعني الدكاترة طمنونا إنه هو تجاوز مرحلة الخطر. أنا ماني رايحة، ماني تعبانة. إذا أنت تعبان روح. لا أمي شو روح، أنا عم قلك مشان أنت تروحي ترتاحي، أنا بدي أبقى جنبه. أنت لازم تروح ترتاح مشان بروفة بكرة. لا أمي شو بروفة ما بروفة، يعني معقولة أعمل بروفة بدون خالي؟ قيس أنا شوي تانية لازم أمشي. إن شاء الله ما في شي. لا ما في شي، بس أنت بتعرف إني تأخرت كتير، يعني لوما غلاوة عمو رشاد كان لازم أمشي قبل هيك بكتير. طيب ماشي لكان، بس ليكي خبريني ها، ما بدي أقلق عليكي